هذا التاريخ المحمد معروف يعني، حتى كان من أحد الإخوان المصريين شاد به، كان هناك مقطع فيديو مقطع على فيديو على التواصل، صحيح. المصاري المصريين انه شلون جاب محمد وكذا. فمحمد هو عزاوي اجى من دلي عباس من الدياله، انحدر بعد ما انه الحادث اللي صار القتل بينه وبين ابن عمه، وجلى انا ذاك هو والدته واخته وحط في تل محمد هنا في بغداد، واجى الطلب وانحدر ايضا نزل جوه بعد للجنوب. هذا التل سمي بتل محمد نسبة تل محمد اللي بغداد الجديدة، بغداد الجديدة سمي على اسمه لأنه هنا أنا هو. فنزل جوا بعد الجنوب، نزل في قبيلة الفريجات هذه العشيرة الضخمة القوية، وكان أنا ذاك شيخهم فرج الدارمي اللي معروف بحكمته وعقليته وكرمه وعزوبيته وشجاعته الفريجات، حياتنا لقبيلة الفريجات العريقة العريقة. فنزل عدة ضيف، وهذه الحادثة اللي صارت هي المصاهرة اللي بين اللي أخذوا بأخته وطوا بنته، وخلف ثلاثة اللي هم شدود وعبود وكامل، ورابعتهم أختهم باشا، فسميت المحمد كلهم أخوة باشا، ما شاء الله. فكل محمد داوي يقول أنا أخو باشا نسبة إلى من؟ إلى أختهم باشا الأولية. ها. أي نعم، يعني مو وأمهم الكوشة هي الفريجية من خوان الفريجات. فهذه المصاهرة اللي صارت بين ابو محمد والفريجات صرنا احنا واحد، يعني مثل ما يقول سدى بلحمه. خوش، يعني هسه اقرب العشائر للبو محمد هم الفريجات، دمنا منهم ودمهم من عندنا. الله يديم المعركة.